هاي، مساء الخير، اهلا بالجميع، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم النهارده عن موضوع مهم قوي، وهو الرضاعه الطبيعيه. وقبل ما اتكلم قبل ما اتكلم ازاي تكون هي الرضاعه الطبيعيه، عايزه اتكلم عن اهميه الرضاعه الطبيعيه، لان الموضوع ده مهم جدا. لازم نعرف قبل ما نعمل حاجه احنا بنعملها ليه، تمام؟ فأي ست حامل دلوقتي وعلى وشك الولادة لازم تعرف أهمية الرضاعة الطبيعية. أولا، الرضاعة الطبيعية بتقي ابنك أو بنتك إنها تروح للدكتور، يعني إنها تمرض. فالرضاعة الطبيعية ده شيء مهم جدا. الرضاعة الطبيعية من مميزاتها إن هي بتنزل سخنة ودافية ومعقمة ونظيفة من صدر الأم، ومش من لبن جاهز او مبستر او لبن من الصيدلية بودرة. ده غلط جدا على البيبي. ليه غلط جدا على البيبي؟ لانه ممكن يكون ملوث، ممكن يكون سخن زيادة يلسع لسانه، وممكن ما يكونش فيه الفايدة اللي ربنا عاملها في صدر الام وفي لبن الام، تمام؟ من ضمن بقى الفوائد المهمة قوي للبن للرضاعة الطبيعية ان هي بترجع الرحم زي ما كان. يعني الفرق بين الست اللي ولدت وعندها كرش والست اللي ولدت وما عندهاش كرش هي الرضاعة الطبيعية. ليه؟ لان مع الرضاعة الطبيعية بيصدر حاجة اسمها اوكسيتوسين. الاوكسيتوسين بيرجع الرحم لمكانه الاصلي ولحجمه الاصلي، بالتالي البطن ما بتبقاش مترهلة او منفوخة بعد الولادة او بعد فترة من الولادة، وبالتالي بيقينا من الكرش، بيرجع بطننا زي الاول. ومن ضمن برضو فوائد الرضاعة الطبيعية انها بتشيل من الرحم اي حاجة بتبقى مش نظيفة فيه، او اي دم او اي سوائل مش نظيفة فيه. طيب ازاي نرضع بقى؟ ندخل بقى للموضوع التاني، ازاي نرضع طبيعي. اولا، بعد الولادة لو كانت الولادة الطبيعية الام بتقدر تقعد خير وبركة، ما بتقدرش تقعد بتنام على جنبها وبنجيب لها البيبي يرضع من صدرها، ولازم الحلمة طبعا تكون نظيفة، تمام؟ طيب نرضع كل قد ايه؟ نرضع كل ساعتين. نرضع ازاي؟ نقعد لمدة تلت ساعة في الرضاعة، يعني كل ساعتين تلت ساعة في الرضاعة. بالليل وهو نايم واحنا نايمين 8 ساعات مفيش مشكلة خالص من ان احنا ما نرضعش. برضو يا جماعة، اهم حاجة في الرضاعة ان انا لما الواحد يرضع من صدره الشمال، تاني مرة التلت ساعة في صدره الشمال، يبقى المرة اللي بعديها في صدره اليمين. ليه؟ لان انا بسمح للبن ان هو يزيد في الجنب التاني، يعني خلصنا جنب ده ليه؟ عشان ما يخلصش اللبن ونيجي نقول البيبي بيرضع وهو ولا بيرضع ولا حاجة ولا في لبن ولا اي حاجة، تمام يا جماعة؟ يبقى بنبدل بين الصدرين علشان اللبن يكون موجود في الصدرين وما نشتكيش من قلة اللبن. طيب ايه تاني بنعمله؟ لازم البيبي بعد ما يرضع، لو الام لسه تعبانة بعد الولادة، بناخد البيبي في حضننا، ان كان الاب او ان كان الام او الحما، بتاخدها على كتفه وتخبط عليه، تخبط عليه على ظهره علشان يتكرر، لان احنا دايما بنلاقي البيبي بتاعنا بيعيط ومش عارفين هو بيعيط ليه. بيعيط من المغص، بيعيط لان بيبقى بالع هوا مع الرضاعة. بيبي لسه صغير ما يعرفش اي حاجة، بيدخل على طول هوا مع الرضاعة سوري لمؤاخذة في صدره، وبالتالي في قصدي بطنه معدته، فبالتالي ما ينفعش ننيمه من غير ما نكرعه، تمام؟ وزي ما اتفقنا يا جماعة، بعد الرضاعة يا اما ينام على وشه، يا اما جنبه الشمال، يا اما جنبه اليمين. وعلى وشه بنجيب دماغه كده او دماغه كده، مش على وشه، يعني نحط وشه في المخدة او على الملاية على طول، تمام؟ لانه قابل ان هو يشرق، قابل ان هو يرجع، قابل ان هو يطلع حاجة من بقه زي كده، حاجات بيضة. الحاجات دي ممكن تنزل للصدر، وبالتالي لو انا نايمة على ظهري، وانا لو البيبي نايم على ظهره ومحدش واخد باله منه، ممكن يشرق ولا قدر الله يحصل له حاجات تانية لا داعي لذكرها. طب انا اعمل ايه وانا على وش ولادة؟ يعني دي حتة مهمة قوي. انا وانا على وش ولادة في الشهر الثامن، في اخر الشهر الثامن، بنعمل حاجة اسمها تمارين للصدر. تمارين للصدر، ناخد الحلمة ونلفها شمال شوية يمين شوية، ونعمل الموضوع ده 10 مرات في اليوم كل مرة، تمام؟
لان دواء بيساعد ان الحلمه تبقى ظاهره للبيبي، لان في امهات كتيره بتشتكي ان مفيش حلمه او الحلمه مش ظاهره للبيبي او مش واضحه، فبالتالي ما بيعرفش يمسكها او يلقطها. من ضمن الحاجات التانية لما تيجي ترضعي البيبي لازم نرضعه من اول يوم، لان بعد كده قوة المص عنده هتبقى ضعيفة جدا ومش هيمص، وهيستثمر الحقنة اللي بتديها له الممرضة او البيبرونة العادية اللي بتكون مفرومة كذا حاجة كذا نقطة، وبالتالي بتنزل اللبن على طول في بقه. لا، احنا لازم نخليه يعتمد على الرضاعة الطبيعية، وبالتالي يبقى لازم من اول يوم علشان قوة المص بتبقى عنده ايه قوية. تمام يا جماعة، دي من اهم الحاجات اللي لازم نهتم بيها بالنسبة للطفل. ولازم طبعا صدرنا يكون نظيف ويكون مغسول كويس بصابون ومية ومنشفينه. وفي حاجة تانية عايزة اقولها لكم، اللي هي في حاجة كده بتشفط الصدر، يعني لو احنا صدرنا صدر من الصدر بيبقى ازرق من كتر مص البيبي بقوة، بالتالي احنا بنبعده عن الجزء عن الصدر اللي هو مزرق، وبالتالي بنشفط الصدر ده علشان خاطر يبتدي بعد كده يرجع طبيعي لما الصدر ده يخف، ولما نحط له مراهم معينه من الزرقان دوا ويخف، ونعتمد على صدر واحد لغايه لما الصدر التاني يخف من التشققات او من الالتهابات او من الزرقان اللي سببه البيبي لينا. اتمنى الموضوع يكون مهم، اتمنى اي امرأة حامل تبعتولها الموضوع دوا. وبس عايزة انبه عن حاجة بالنسبة لتمارين الصدر، انا قلت لكم وعدت لكم في من ضمن كلامي ان لازم في الشهر الثامن، في اخر الشهر الثامن، لان حكاية الحلمة تمارين الحلمة قبل ما تولد لو اتعملت قبل الشهر الثامن بتزود الاوكسيتوسين في الجسم وبتساعد على انقباض الرحم، وده غلط انها تولد قبل الميعاد، ولكن في الشهر الثامن مش هنخاف عليها لانها كده كده هتولد، وكده كده هيساعدها على الولادة الطبيعية السهلة الجميلة. وميرسي قوي ليكم، واتمنى ما اكونش اطلت عليكم، ويا ريت اللي داخل جديد يعمل سبسكرايب ولايك وشير، واي حد تعرفوه يا ريت تبعتوا له الفيديو دوا يكون لسه على وش ولاده او مش مقتنع بالرضاعه اساسا. الرضاعه ما بتبوظش صدر المراه، الرضاعه كويسه، الرضاعه هتفيدك وهتفيد ابنك في المستقبل، مش هتوديه لدكاتره كتير، مش هتتعبي معاه، مش هيتعبك، مش هيعيط. وميرسي قوي، وباي باي، واتمنى ليكم يوم سعيد.